إلى الجنوب من مركز مدينة مأرب، وعلى مسافة تبعد 30 كيلومتراً توجد منطقة صاع. في منطقة محصورة، المنطقة يعني صلي يعني فيها بيوت حول يعني 17 بيت متقاربة، ولا البيوت اللي بعدها متباعدة يعني بينها مسافات، بيوت بعيدة هكذا متواصلة حوالي 2 كيلو 3 كيلو 4 كيلو، يعني تصلي المسافة بين البيت والبيت الآخر. يعني بعد المسافة في بعض القرى، لدينا قرى يعني من جهة صاع العالي، ومن جهة الدمنة، ومن جهة قرية أبلح. المنطقة التي كانت وديانها ممراً لقوافل التجارة منذ زمن بعيد، أما اليوم فهي منطقة مقفرة لا يسير بين جبالها غير حامل الحقائب على ظهورهم، ويسودها اعتقاد رسخته قسوة الجبال. هنا أكثر الطلاب يحرم التعليم، يعني في فصل واحد لا سادس، يعني ولو جاء من ذي يدرسه؟ كما شاهدت اليوم أنا أغطي 2 فصول يعني سادس، ولكني ما أقدر أغطي يعني لا درس أول، يعني ما أغطي لا فصل، لكن عندنا طلاب يجوا يعني كان سجلوا في ثاني في ثالث في رابع في خامس يعني في سادس في أول إعدادي، هنا نصلى أول إعدادي خلاص على حد يوصل التعليم بعد سادس. ليه ما يوصل التعليم بعد سادس؟ لأن المدارس بعيد ما يقدر يتحمل، خاصة ذه الأيام يعني لا يمكن إنه يقدر يعني يدرس من بعد سادس. لا بعد المدارس بعيد عندنا يعني مسافة يعني ما يقدر إنه يمشي مسافة رجل ساعتين. هذا معك أنت يا حضر. صح مسك. كم ذولا؟ سنتين. أراد أحمد ناصر تغيير هذا المفهوم بعد أن تلقى تعليمه هنا. سافر إلى مناطق أبعد كي يواجه ما عانى منه في صغره، ويصبح المعلم الوحيد في منطقة تلتقي عندها محافظتا شبوة ومأرب. أنا من الذي درس وكانوا زملائي حوالي 23 طالب، وكان لدينا مدرس واحد درسنا إلى صف سادس. الباقين من بعد المدارس، كانت المدارس بعيد يعني من هذه المنطقة المواصلة، ما قدروا يوصلوا التعليم، ولكن أنا بعناء وبتعب واصلت التعليم في مدارس يعني بعيدة كانت من المنطقة، والحمد لله خلقت الثانوية، وهنا الآن مدرس يعني بدلية. وهنا التعليم عندنا تحت الأشجار، الصبورات ماشي يعني صعب. سين سين صاد صاد عندكم ديت لكم لا عن ضاد عن ضاد اليوم اكتبوها لا تروها لا عن ضاد. لكن ناصر ظل وحده في المكان إلى جوار 100 طالب وطالبة، أعمارهم متباعدة وجل حلمهم الدخول إلى فصل وحيد وسط وادي حريب، ولأجل هذا يجب اجتياز 5 فصول دراسية جميعها تحت شجرة. لم يكتفي الخلفاء بذلك، بل شجعوا العلماء على ترجمة بعض الكتب مثل الكتب اليونانية والهندية، في كتب يونانية وهندية. يعني هذه الغرفة ندرس فيها فصل، وهذه الشجرة يعني كما صورتم من قبل يعني تعتبر فصل، يعني شجرة فصل، وهذا حق المسجد يعني فصل. في مدينة بغداد وحدها 30 مدرسة. يحتاج الذهاب إلى هناك لساعات في طرق يتم السير عليها لأول مرة، وهناك أيضاً
لا تسمع غير الثناء لكل من يصل إليهم ويفكر بوجودهم خلف تلال مجدبة. يمكن تسمية المدرسة هنا بذات الفصل الواحد والحلم المشترك للجميع. يجد الطلاب دعما من أهاليهم لإكمال الرحلة نحو الفصول المتقدمة، لكنها لا تزال آمالا بعيدة بعد المسافة التي تفصل أرضهم عن أقرب صرح علمي، وتفصل الفتيات عن أمجاد ملكة داع صيتها في كل الأرجاء البعيدة انطلاقا من أرض قريبة من هنا. يعني الجهة يعني عندنا يعني حوالي يعني 30 أو 40 طالبة يعني حرموا من التعليم صراحة حقيقة، لأن احنا عندنا نبدأ على صف سادس ومن صف سادس يعني بتعو المرحلة بعيد أبعد يعني تروح يعني المدرسة بيننا وبينها مسافات يعني. فنتمنى من الله وإن شاء الله بالتعاون الجميع أن نصلي إلى حاجة أحسن من هذا. كل تلك الآمال يجمعها أساس أولي، وإن بدا صغيرا فهو أكثر أثرا في مستقبلهم ولن يجعلهم يبحثون عن الظل. لا يدعون الوقت يمر، فبينما كانت الجدران تقام كان التلاميذ يتلقون العلوم ويستمعون لدروس التاريخ، وربما يشاهدون لبنة منه تبنى على مقربة منهم. بالإمكان أن نمحو بعض الأحزان، أن نمسح دمعة حرمان. عندنا هذا يعني تقدر تقولونها حاجة بسيطة، بس عندنا ما هي بسيطة، هذا عندنا يعني حاجة كبيرة عند الإجياء عند الأهالي. لا يستطيعوا الأهالي يبنوا فصول مثل هذا، ما استطاعوا، أنا من 18 سنة ما استطاعت يعني الأهالي يبنوا حتى فصل واحد. قطرة خير قد تحدث في العتمة نور، قد تجعل لله لضمير، قد تبقي فينا الإنسان. أصبح بإمكانهم الآن القول إنهم في طريقهم إلى المدرسة، وإن رحلتهم الطويلة كل يوم تجعلهم يصلون إلى محطة الحلم الأولى. لكن ذلك لا يلغي حقيقة أنهم ما زالوا بحاجة إلى الكثير، وإلى من يغير واقع الصحراء ويطوع الجبال ويعيد للطريق مجده. قطرة خير قد تحدث في العتمة نور، قد تجعل لله لضمير، قد تبقي فينا.